المجتمع. الميس يا جماعه اللي هي معناها ضربات قنيه، لازم لازم انقطاع اللي هو بنسميها هارد من تاني بقى، اقول هارد يعني ممكن اسمها هارد من هارد من هارد من ده اللي هو معدل ضربات القلب في الضغط الايد الواحد، معدل ضربات القلب في الضغط الواحد اللي قلبك بيضرب كام؟ في ابتدائي يقول لك 70 يعني الدقه العلميه يقول لك 71 يقول لك لا 71 او 72 يبقى القلب بيضرب 70 ضربه. طيب دي بنسميها رسم يعني في بقى عندك هنا في مصطلحين عندك حاجه اسمها رسبستي حاجه اسمها اوتوماتيستي في رسبستي في خد بقى الاثنين مع بعض اسمها اوتو ايه؟ اوتوماتيستي ايه بقى كل الصراحه؟ اوتوماتيستي اللي هي اوتوماتيك يعني حاجه شغاله لوحدها يعني يا جماعه بالعربي انا بتكلم بالعربي مش عارف اقول بالعربي الاوتوماتيستي ان هو القلب له القدره على صناعه ضرباته بنفسه ولا يتاثر او ولا يعتمد اسم لا يعتمد على اعصاب مثلا نيورون مثلا او كيميكال او مواد كيميائيه اللي بيخلق ضربات القلب اللي هي 70 ضربه في الدقيقه دي ده اللي هو ايه اللي هو القلب ذات نفسه يعني مايوجينيك عضله القلب القلب ده عضله يقول لك السبب الريزميسي ديت او الريزميسي هي مايوجينيك نوت نيوروجينيك يعني ايه؟ مايوجينيك يعني تحدث عن طريق العضله ولا تعرف عن طريق الاعصاب هي دي واضحه؟ تاني كده يبقى القلب بيصنع ضرباته منها في نفسه دي اسمها اوتوماتيستي وهذه الضربات اللي هي البي دي تبقى ريجولر 70% 80% فاكملناها منتظمه ريجولر دي بنسميها ايه؟ كونه يخلق ضرباته بنفسه اسمها اوتوماتيستي هذه الضربات تكون منتظمه اسمها ايه؟ ريزمستي اوتو ريزمستي الانجليزيين مع بعض قدره القلب ان هو يخلق ضرباته بنفسه وهذه الضربات تكون ايه؟ منتظمه واضحه؟ طيب واحد يقول لي طيب انت اثبت لي ان انت قلت لي ان ضربات القلب دي في جزء من عضله القلب هو اللي بيخلق مين؟ السبيد او البيس اللي هو سرعه ضربات القلب اثبت لي ان ضربات القلب لا تعتمد على مثلا على الاعصاب العلماء لقوا في الامبريو القلب بيبتدي يعمل ضربات قبل ما الجهاز العصبي نيرفس سيستم يصل ديفلوبمنت لو كان ضربات القلب تعتمد على الاعصاب ها كان القلب ما ضربش الا بعد ما مين؟ واضحه؟ دي سبب سبب تاني ده انا بديك ايفيدنس بديك دليل تخيل كده لو انت مثلا في البيت عندك في دجاج فتح مثلا وبتاع وطلعته الهارد فتح تلاقي الهارد لفتره من الزمن عمال لينا يوم رغم انت شفته منين؟ انت عارف مين انا دي شفته من البادي يعني معناها الاعصاب اللي رحمه ده ايه؟ القطع واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى لو كان القلب بيعتمد على الاعصاب ده ضربات القلب هنا اصلا كان المفروض مجرد ما شفته وقف لكن هو بيستمر في الاي تي فتره من الزمن واضح خالص كل ده هذا دليل على ايه؟ انه يعتمد على الاعصاب ضربات النفس ولا يعتمد على مين؟ طب قلنا ايه الاعصاب اللي راحت القلب لازم تسدد مين؟ ها؟ الفارس مثل هو البيجاس يا جماعه البيجاس ده قلنا عشان ده يعمل ريجوليشن للاي ينظم الضربات ولا ايه؟ ولا يصنع مين؟ فهمت كده ولا لا؟ هو السمسادك بيعمل ايه؟ يصنع الضربات والفرس المسدد بيقلل الضربات. طيب نيجي طيب بيقول لك بقى في اماكن في الحرب نسميها اوتو ريزميك سيلز
قوته وريزم مين. انا اتكلمت عليها بسرعه في المره اللي فاتت. الاماني دي يا جماعه لها القدره على صناعه مين؟ مرات القلب. هي يا جماعه ده شويه يمكن بيتحاكي مثلا الهارد بيزن بالمنظر اللي هو المر العميق ده. ده يا جماعه ده 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 الرايت مين؟ ليفت. ده الكلف بتاع مين؟ ده ليفت. ده الايه؟ ده الورد بتاع مين؟ ده الورد بتاع ليفت. ده الورد بتاع مين؟ ها؟ رايت. رايت اتعملت ان انا اخلي السمك هنا مين؟ ها؟ طب ودي اللي هو الايه؟ السيت اب ده اسمه انتر انتربرون. دلوقتي حاجه زي دي ففي عندي افتكروا اللي هو الاس سي نوت سبيشال سيلفر. في سبيشال سيلفر زي ما قلت ريزمي سيلفر دي موجوده في السيرو وورك عشان تفهم عن الاوبننج بتاع السبيشال سيلفر. هنا في حاجة اسمها في التحية في الهواء رايت ديفنت اي بي. وفي بعد كده حاجة اسمها باند 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 اي بي باند بتتقسم باند للحدود مجموعة بتمشي في رايت مجموعة بتمشي فيها ليفت. فدي بيسموها ليفت باند برانش دي رايت برانش. وبعد كده بيطلع عليه فايبر جلاس هارت اسمها بيركنجي مين؟ بيركنجي فايبرز. يبقى يعني هم دول الثلاثه اللي عايز اركز عليهم. اس نوت اي بي نوت و كل جزء كل مجموعه من الخلايا دي يا جماعه اللي هو اس نوت او اي بي نوت او بيركنجي ده القدره ان هي تعمل مين؟ جنريشن دي الريزم تخلق ضربات. بس الريت بيختلف. الريت يا جماعه هو معدل الضربات في الدقيقه بتسرح بتسرح. فالاس سي نوت انا هنقول ارقام سهله لان الارقام بتختلف من كلمه لكلمه. فالارقام السهله هقول لك والله الاس سي نوت بتضرب 100 ضرب في الدقيقه والاي بي نوت 50 اللي هو النص يعني بتضرب 40 بس انا 50 دي جرمانة. والبركنجي 25. سهل الارقام دي ولا لا؟ مين اسرع؟ يليها يليها اللي ايه؟ 100 كذا كذا. فتقول طيب طب مين ده اهوت؟ وده سؤال سهل قوي في الامتحان بشجعك يعني حاجه اسمها نورمال سبيكر والغلط. في سبيكر يا جماعه اللي هو اللي هو الشيء اللي يحدد سرعه القلب. في سبيكر الشيء اللي يحدد سرعه القلب. هل السي نوت ولا الاي نوت؟ السي نوت ولا الاي نوت؟ بين المعروفه في الافلام اللي هي المسلسلات الصعيدي الصعيديه عندنا يقول لك الكلام الكبير يصير كلام اخوك الكبير يصير. لما انت عندك اخوات دايما الاكبر هو الايه؟ اللي بتاعته في الاجتماعين الاكبر دايما الاصغر يسمع مين؟ ها؟ الاكبر. فدلوقتي انا عندي اس اي نوت وعندي اي بي نوت وعندي بكيتش. القلب بقى يتبع مين؟ يتبع اس اي نوت لانه ليه ضربات مين؟ اعلى واسرع. امريكا بس احنا كده خلاص ما عادش الدنيا هتتغير. امريكا كانت بتدي اي دوله قلم كده على فيها كده السمع والطاعه السمع والطاعه والجنون. ليه؟ لان امريكا اقوى الدول الثانيه دول متميله اي كلام. فدايما القوي هو اللي ايه؟ اللي بيتولد الدولة. طيب واحد يسالني سؤال يعني يبقى الهارد هيسمع هيسمع كلام مين؟ هيسمع مين؟ معلش في سؤال كده بس على حق يعني بس هو سؤال حلو بيقول لك طب لما ضربات القلب انا بكلم انت مريح مش بتجري ولا حاجه انت مريح كده ضربات قلبك 100 ولا 70؟ لسه قايلها من دلوقتي 70. انا بقول لك دي سنود بتضرب كام؟
100. طب ليه لو 100 بتضرب 100؟ ده سؤال كده جوهري يا مش هنعرف. ليه بتضرب 100 ومعاني ضربات 1000؟ ده في الريسك ضربات 1000 70. فاهم حاجه؟ يعني المفروض وانت رايح كده تبقى ضربات قلبك كام؟ 70. لا يعني عشان الكلام بتاعي يبقى 100 ولا 70؟ 100. لانها في ده معدل ضربات مين؟ ها؟ 70. طب اشمعنى هي 70؟ فيجي يقول لك في مساحه حلوه، يقول لك انت في حمار، في واحد راكب الحمار مثلا، واضح بس ما قلتش حاجه معقده حاجه. حمار في واحد راكب فيه مين؟ ايه رايكم الحمار بقى في الحاله دي يمشي بمزاجه ولا بمزاج اللي راكبه؟ بمزاج اللي راكبه. طب لو شلنا من فوق الحمار الحمار يمشي ايه؟ بمزاجه. ففي حاله الريسك مين اللي مسيطر على جسمك؟ سمساتك ولا كبارك؟ ففي حاله الريسك الفيجاس، الفيجاس اللي هو تبع رايح على مين؟ ودوميننت، دوميننت يعني عامل سياده يعني القلب تحت تاثير مين؟ الفيجاس. الفيجاس ده يعني يعمل ايه؟ يخلي الضربات 100 ولا 73؟ 73 لانه بيقلل. يعني يبقى دلوقتي في المثل بتاع بقى مين الحمار ومين اللي راكب الحمار؟ ايه السيلوت والبيجر؟ مين الحمار ومين اللي راكب الحمار؟ واللي كان راكب الحمار؟ عشان كده كان السيلوت ماشيه تبع مين؟ تبع البيجر. لو جيت قطعت البيجر مثلا او انتهى نشاط مين؟ تلاقي الضربات مين؟ بص واضحه؟ عشان بس لو سالتني نفسك كده هو الاهرام ده 70 طب مش 100؟ انا المفروض تكون 100 واضحه؟ لان الفيجا زي ما هو دي هناخدها بعدين ان شاء الله برضه موجود حاجه اسمها فيجا تون. تون يعني استمراريه. تون يعني ايه؟ الفيجا يا جماعه اثناء الريسك باستمرار عامل مين؟ عامل انهبيشن للسينون، تثبيط مين؟ ومخلي ضرباتها تنزل من مين؟ 170. من 170. طيب يبقى ما هو النورمال بسم الله والازدهار والاستيلو؟ واضحه ايه النورمال بسم الله والازدهار؟ هو مين؟ ده سؤال انا بديكوا، هل هو الاستيلو ولا الاي بي نود ولا الاي بي باندر ولا الفيكسي؟ حتى الاستيلو. طيب دايما لما يجي مثلا معركه مثلا اللي هو رئيس الاركان مثلا مش عارف بعد كده اللي هو بعد كده فيها عقيد مش عارف ايه، حد في شويش كده أو ضابط أو العسكري. لو رئيس الأركان ده في معركة واتقتل، مين اللي بيقود الجيش؟ واحد تاني رتبة عالية ولا رتبة أقل؟ أقل. طب الأقل ده برضه اتقتل، هذا لا شاويش هو اللي بيقود الجيش. طبعا الجيش هيتهزم هزوم شاويش. بعدين شاويش ولا اللي هو أقل رتبة في الجيش يعني أقل رتبة في الجيش. فلو الاي سي نون حصل لها دامج يفهم معايا. تتخيل كده مين اللي ياخد الغلط؟ مين اللي يقدر يعمل ميك اب؟ هيبقى مين؟ ده سؤال بيت في الامتحان. حصل دامج الاي سي نون الهارت ريت هيمشي بمين؟ يبقى الهارت ريت هيمشي بالابن طب ده وده باظ يعني او حصل حادثه مثلا او نتيجه اجتهاد معين مثلا وحصل اخر فيها البامب. خلي بالك البامب ما عادش يتوصل، عايز يوصل لمين؟ خلي بالك ضربات السيلون بتوصل للبنتري دلوقتي لما يحصل كافي في البلاند يا جماعه في ضربات مين؟ هتوصل البنتري بقى يموت يعني؟ قال لك لا يضرب بمين؟ يضرب بضرب بالريزم بتاع مين؟ السيلون. وبالتالي في الحاله دي ضرباتها هتبقى ايه؟ ضربات مين اللي مهمه عندي؟ الاترم ولا فالحاله دي مش هيبقى الهارت ضعيف وهيموت الانسان يعني. بس في الحاله دي هيمشي بمين؟ مين اللي هيبقى بيس ميكر بتاع اللي هي يعني دايما هو في رسمه جميله جدا رسم لك ايه؟ رسم لك هنا سياره خلاص والسياره دي شبكه بمين؟ بتاع ده حاجه اسمها تروسيكت
والكونسنت ده شبك مين؟ شبك فيه حاجه اسمها العلم. حاجه في شخص اهو، في شخص بقى غلبان، غلبان بقى ايه؟ مهم كان دايما عندنا في مصر مثلا اي عربيه رش بتاعه مع اطفال كده، عربيه رش ده تخش نقعد نجري ورا عربيه رش، نجري ورا عربيه منها ونمسك فيها وبتاع ونبقى فرحانين ان هي ايه هي بتدفعنا وحاجات كده. الشخص ده بنيجي ندفعه اللي هو مين؟ الراجل. الراجل مين اللي بيدفعها؟ الموتوسيكل. مين اللي بيدفعها؟ مين اللي بيسحبها؟ ففي الحاله دي كلهم دلوقتي اهين. السياره دي بتمشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه. حاجه يبقى كله هيمشي ايه؟ كله هيمشي بسرعه 100 في الحاله. طيب جه السياره دي عدل خير خير كده، يبقى مين 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 بقى الغياب؟ مين هياخد اللي هو مين؟ الموتوسيكل. الموتوسيكل ده اللي هو اللي هو عامل زي الموتوسيكل ده اللي هو اصلا بيمشي بسرعه كام مثلا؟ 50 كيلو متر في الجنيه. مين؟ دي اللي قلنا الشخص رايح مين؟ الراجل ده الاخ اللي متمتع قصدي الشعر. الحاله دي على فكره الحاله دي الاخ ده ما كانش كبير متمتع. دي ما كنتش انا بشوف لان الصوره كانت مين؟ فبيسموها سحب. لكن هنا لحق شويه ليه؟ لان السرعه مين؟ ها؟ ايه رايك بقى لو التوصيل ده باظ؟ مين هيقود الاخ اللي هو في الحاله دي؟ هتلاقوا الاخ ده بدا ايه؟ ليه؟ لان السرعه مين؟ طيب حاجه يعني الحاله دي هم مسحوق مسحوق خالص، الحاله الثانيه نص نص، الحاله الثالثه ما عادي خالص. يعني ده لما حاجه تفوز مين اللي بياخد؟ الحاجه اللي اقل فين؟ كلام السرعه واضحه؟ انت لو فهمت الناس دي هتفهم. خلي بالك اي ما هو النورمال بسبيكر الظهري؟ اي بسبيكر تاني هيتولد قيادة اسميه نورمال؟ لا اه نسميه اكتوبي اللي هو اب نورمال. عكس النورمال ايه؟ اب نورمال. اكتوبي يعني شاذ، اكتوبي يعني ايه؟ لو اي حاجه يا جماعه هتقود الظهر هتبقى هي البسبيكر. بخلاف مين؟ بس ليه تسمى ايه؟ اكتوبي. تسمى اكتوب. توبك يعني ايه؟ شاد. توبك يعني ايه؟ شاد. واقع ولا لسه؟ قرب خط للاسف مش هيحب يعني كمان 10 دقايق وخلاص. المهم دلوقتي ما هي بقى اللي ما هي العوامل ما هي اللي تجيب لك فاكتورز افكتنج ريسبست؟ ايه العوامل اللي تزود ضربات او تقلل من ضربات؟ فدايما العوامل اللي بتاثر يا جماعه ريسبست يقول لك نقسمها لثلاث عوامل كده شرط حاجة اسمها نيرفوس فاكتور وفيزيكال فاكتور وكيميكال فاكتور يعني عوامل عصبية عوامل فيزيقية فيزيقية اللي هي الحرارة يعني وعوامل مياهية. العوامل العصبية يبقى أنا بتكلم على الأعصاب راحة القلب اللي هو سيستم مين؟ دايما الهارت يا جماعة الهارت الهارت قلنا دي اللي هي دي سي يو. السيوت دي بيوصل لها مين؟ بيوصل لها حاجه اسمها عكس المسد، عكس مين؟ المسد. في حاجه ثانيه بيوصل لها اللي هو مين؟ هو الفيجاس. الفيجاس ده اللي هو مين؟ طيب دي حاجه اسمها تيرمينال جانجليون مش شرط ده الفيجاس. الفيجاس ده يا جماعه طبعا اللي اسمه مسد طالما سمسد طالما فيجاس يعني سمسد كبار اذا في حاجه اسمها بري جانجليون حاجه اسمها مين؟ دايما اللي بيفرز طبعا في بيفرز كيميكال ترانسبورت اسمه اسيتيل كولين مالناش دعوه بيه اللي هو النهايه العبره في الايه؟ النهايات يعني في نهايه اللي هو البص يمسك مثلا راح الاس اي مود بيفرز ماده اسمها نور ابينفرين او نور ادرينالين. نور ادرينالين الاس اي مود يا جماعه الخلايا بتاعت الاس اي مود دي فيها بيتا 1 بيتا 1 ريسبتور بس اللاستيك بيعمل ايه؟ بيفرز ماده اسمها مين؟ نورفين. ده بينبه سبب اسمه ايه؟ القصه اللي فاتت ده هو عامل كل الاطوار و في ده كلام اكتر من كده بس مش هنقول يعني حاجه اسمها سايكلينج
في النهاية اللي سيولوجي بيحصلها سيموليشن ربط خلفيه، يبقى لما تضرب مثلا 100 مثلا تضرب مثلا 120 تعالي ضربات. فالبيجر ده قلنا بيعمل ايه؟ ضربات. ليه بقى البيجر في نهاية خالص لما يحصل سيموليشن خالص مثلا البوز اللي ده في المادة اسمها اسيتيمين، اسيتيمين اسيتيمين ده يعمل انتبيشن لمين؟ ودايما يا جماعه بنقرا البارتس مستني بيعمل بالنسبه للفيزيكال فاكتورز، الفيزيكال فاكتورز بيقول لك ايه؟ كل ما درجه الحراره يا جماعه تزيد درجه واحده مئويه مقابلها زياده 10 درجات عشان تبقى سهله او 15 درجه. تاني كل ما درجه الحراره بتزيد درجه واحده مقابلها زياده في اثنين سرعه ضربات 10 ضربات. يعني انا درجه حرارتي 37 ضرباتي ضرب 70 درجه حرارتي 38 80 درجه حرارتي 39 90. كل ما درجه الحراره بتزيد درجه واحده مش عارف مين 10 اذا معناها ان درجه الحراره يا جماعه بتعمل استيميليشن مين؟ طبعا ده ميكانيزم وكل حاجه بس مش هنوسع. بالنسبه للعامل الكيميائي لما اجي اقول لك مثلا ادريانين مثلا ادريانين زي ما قلت لك عشان بسد ده يعمل في الهارت ريت. طب الاسيتيك كولين مثلا يقلل التوكسين مثلا لو في توكسين يعني ماده سامه اللي عوض القلب ما هي برضه هتبقى توكسين مين؟ للسيلمون. يقوم الهارت ريت يزيد ولا يقل ولا ممكن يحصل له ديبريشن خالص ويوقف المهم مهم كده احنا خلصنا المرحله اللي هي بسدي ان شاء الله السبت هناخد خاصيه ثانيه ممتازه.